السلام عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم في قناة جيمز ماستر. عدنا معكم في حلقة جديدة من لعبة مونستر هانتر ستوريز 2، والان مهمتنا البحث عن نيرجي. اصدقائي، ها نحن نحلق في معراثة، التوجه الى طريق بركان تيرجا. نعود الى بركان تيرجا لنبحث عن نيرجي، الوحش نيرجي. نختار الوحش ناركوغا، نختار وضعية التخفي. أصدقائي، ما زلنا في طريقنا للبحث عن وحش نيرجي. وقد بعض الوحوش الصغار شكاكالة، نها اختار فرار. أصدقائي، نفر منهم بنجاح. لا تنسوا عمل لايكات وكومنتات أصدقائي في القناة، والاشتراك في القناة. ومن لم يشترك في القناة أصدقائي يعمل الاشتراك. يوجد كهف ذهبي هنا أصدقائي، يوجد وكر وحش نادر، فلندخل إليه أصدقائي لنرى ماذا الوحش النادر الذي سنجده الآن. البيضة، فلنذهب. ها نحن نتقدم في الوكر أصدقائي. نتقدم الطريق من هنا. فلنرى ما نوع البيضة التي سنحصل عليها أصدقائي. ولا لقد تشابكنا مع عدو تفريكس غاشم، سنفر منه أصدقائي بنجاح. نخرج من هنا، لقد فررنا بنجاح أصدقائي منه. نذهب إلى البيضة، يبدو أنه لا توجد وحوش في العش. على حظنا جميل الأصدقاء، لا يوجد أي وحوش. حصلنا على كتلة ذهبية، نحصل على بعض العناصر. الفطر الفريد، الفطر النيترو، فطر النيترو. هنا يوجد عظمة الوحش. حسنا، ننزل عن ظهر ناركوغا ونبحث عن البيض. حصلنا على بيضة، نبحث عن بيضة أخرى. حسنا، فلنخرج أصدقائي من هذا الكهف. نخرج من وكر الوحش النادر اللي هو الكهف الذهبي. لقد حصلنا على بيضة بنجاح أصدقائي. نختار خروج. تم الخروج من الوكر بنجاح أصدقائي. الآن نستمر في البحث عن ناركوغا، لا عفوا، عن نيرجي. ونحن على ظهر ناركوغا، نذهب إلى الأسوار البركانية في الأعماق. نتقدم أصدقائي، نستمر في وضعية التخفي عن الوحوش الضواري حتى لا يكتشفونا. قد استخدمنا بعض الوحوش الصغار شكلاكة، ولقد فررنا منهم بنجاح أصدقائي. ها نحن نتقدم أصدقائي، طريق مغلق ولكن يوجد بعض الكنوز هنا. نحصل على العظمة، وكر وحش عادي.
استمر في التقدم أصدقائي. ما زلنا في مهمة البحث عن نيرجي. نستمر في التقدم. اختار وضعية التخفي ونتخفى عن الضواري حتى لا تلحق بنا. نستمر في التقدم. اقتربنا أصدقائي من مكان نهاية الكهف. يوجد كثير وكور وحوش هنا أصدقائي. اصطدم بنا أحد الوحوش الضواري. نختار فرار يوركويتر. قد فررنا بنجاح أصدقائي منهم. نستمر في التقدم. هجمنا أحد الضواري أصدقائي. على ما يبدو نسينا كنا نضع وضع تخفي مركوكة. هاي فعلنا وضعية التخفي في نركوكا حتى لا يرون الدواري. نستمر في البحث عن نيرجي. ها هو نحن نقترب من نهاية الكهف أصدقائي. يوجد وكر وحش هنا أيضا، لكن وكر وحش عادي وليس نادر. حسنا، هيا وصلنا إلى الأسوار البركانية الأعماق. فلنرى ماذا سنجد هنا أصدقائي. لن نصل إلى الضريح ما لم نتمكن من تجاوز وحش نيرجي. أتمنى أن نتمكن من هزيمته. لا يليق بك أن تكون متشائما يا نافيرو. أيمكنك لومي هذا الوحش الذي أطاح بريد؟ ريد؟ رفيق جدي كان، لقد كان صديقي وهاجم وحش نيرجي أثناء تحقيقه في أمر الحفر. لسوء الحظ لم ينجو. فهم. ذلك اليوم محفور في ذاكرتي. لو كنت أقوى لتيقنت أن ريد سيظل هنا اليوم. أجل، أعرف هذا الشعور. لا أريد أن يعاني أي شخص آخر نفس المعاناة التي عانيناها عندما خسرنا ريد. بالتأكيد، خصوصا ليس بسبب هذا الوحش. لن أسمح بذلك مجددا. إينا محقة، لا يمكن التوقف الآن. ما علينا سوى إثبات أننا أقوى من وحش نيرجي. هل تعتقد ذلك أيضا؟ دعنا نقول أنك قوي بما فيه الكفاية لهزيمته. ما الذي تحققه؟ سوف نفتح الطريق إلى الضريح كأولى النتائج. ونسأل لارد، هل تعتقد أن هذا هو ما أراده؟ حسنا، أنا لست أريد في كيف لي أن أعرف هذا. ماذا عنك؟ يبدو أنك تعرفينه جيدا. أنا شيء ما يخبرني أن ريد أراد معرفة السبب وراء سلوك وحش نيرجي. ربما، لكن هذا وحش نيرجي. اختبئ يا رفيقي. ها هو يظهر لنا وحش جديد أصدقائي. فلنرى من هذا الوحش هو.
ويبدأ أشعة متخذ عليه إنه وحش ستالوس وهذه أشعته المتخذة، من الأفضل أن نبقى بعيدا عنه. وما علينا عودة إلى القرية. أهلا، انتظر، ماذا تفعل يا صديقي؟ أحسنت صنعا، أحسنت صنعا، هيا اركب. حمقى طائشون، أنا ما أبدأ أصدقاء سنواجه هذا الوحش الشديد ستالوس. اختار راثا، اختار هجوم القوة. ولا نسيت استخدم الرزاز البارد. استخدم عناصر، استخدم الرزاز البارد. بسبب حرارة المكان ارتفاع الحرارة في المكان. هو الشبال ينضم إلينا في المعركة. نستخدم عناصر، نستخدم سخام الحياة. قاطع الحارق، استخدم شبال. هجوم القوة. ضد ستالوس، استخدم هجوم الصاعقات. ستالوس يشحن نفسه بالصواعق. استخدم عناصر، نستخدم سخام الحياة مرة أخرى. نفث النارية رازلوس. رأس تعادل مع الوحش 145 نقطة. استخدم عناصر، استخدم جرعة، استخدم عراثة. جرعة عملاقة يستخدمها شيفال. عراثة أيضا بأثار الخاص بي. عراثة يهجم من نفس النارية 279 نقطة، 124 نقطة. نستخدم عناصر، نستخدم مسحوق الحياة، صار تضرر كبير لنا. راسه يهجم أيضا. نسيف الدوي. راسه خسر أحد، خسرنا أحد قلوبنا بسبب فقدان راسه وعيه. أو العدو يحلق في السماء. سنستخدم عناصر، استخدم جرعة، استخدمها على لعبي. نرى شيفال إذا سيصمد أمام الوحش. الكرة البرية النارية، استخدم رازولوس. اللزعة الهوائية أصابنا بالشلل. استخدم عناصر، نستخدم جرعة مرة أخرى، استخدمها على لعبي. هزيمة راسة أمام الوحش، باقي فقط نقطتين أمام راسة. سأستخدم الركوب، مهارة الاقتران أصدقائي. نعمل مهارة اقتران مزدوجة بيني وبين شبال. 1745 نقطة ينقص الوحش. حسنا، نستخدم عناصر، نستخدم جرعة عملاقة، نستخدم عراثة. راسة يهجم، راسة آخر يهجم أيضا. 194 نقطة من صواعق الوحش. نستخدم عناصر، نستخدم جرعة عملاقة مرة أخرى على راسة. شيفال يهجم، راسة ينتصر أخيرا. الكرة البرية النارية. راسة يهجم أيضا. نستخدم عناصر، نستخدم جرعة على راسه. نرى دراسة سيصمد أمام الوحش. نستخدم عناصر، نستخدم جرعة، نستخدمها على لعبي. راسه يهجم، راسي يهجم أيضا. قد شحن بالكهرباء. إياك أن تقترب من الوحش.
قتال الهوائي براثا وراثا راسا وستالوس. نحن نسبق الوحش أصدقاء بالتحليق. ما هو راسا يحلق حاليا يعني ينقض على الوحش. 2.5 نقطة يتأثر الوحش. اختار هجوم القوة أصدقائي. 92 نقطة هجوم القوة. تعادل شافال والوحش ستالوس. نفس النارية من راسي. ساقط الزيل من راثا. نستخدم عناصر أصدقائي. نستخدم جرعة. نستخدمها على لعبي حتى لا نفقد أحد قلوبنا. قوة الوحش شيفال والوحش أيضا. ستالوس يهجم مرة أخرى. راثي يهجم. كسر أحد أجزاء الوحش. الوحش ما زال يحلق حاليا. نستخدم مهارة الركوب الآن. نعمل مهارة الاقتران. نعمل مهارة اقتران مزدوجة بيني وشيفال مرة أخرى أصدقائي. 1723 نقطة يتأثر الوحش. نستخدم هجوم القوة. يمكن تمت هزيمتنا من قبل الوحش. 163 نقطة. أصابنا بالشلل أصدقائي. أو لا، خسرت القلب الثاني. نستخدم جرعة. نستخدم على شي راثا. مسحوق الحياة. استخدم شيفال. راسها مشلول. سأقوم بعلاج راسها من الشلل الآن. استخدم المجال الرعدي الوحش. لكن قبل العلاج الشلل سأستخدم جرعة. سأستخدم جرعة عملاقة على راثا. شيفال وراثا يستخدمون هجوم مزدوج. 607 نقطة. راسي يهجم أيضا. 607. تأثر من الحرق. 110 نقطة. سأقوم باستخدام عناصر. سأستخدم ايش في الحديث من الشلل. انسفيرزا. نختارها ونعالج من الشلل راثا. شيفال مشلول. شلت حركته بالكامل. راسي يهجم. راسا ينتصر. كرة البرية الهمجية. 373 نقطة. نختار عناصر أصدقاء ونعالج شيفال من الشلل. شيفال يهجم. راسا يهجم. كلهم يهجموا. فادينا الهجوم بنجاح أصدقائي. أنا أستخدم مهارة الركوب مرة أخرى أصدقائي. أنا وشيفال اختار مهارة الاقتران ونعمل مهارة اقتران مزدوجة بيني وشيفال للمرة الثالثة. 1678 نقطة. تم تدمير أحد العناصر لكن ما زال الوحش صامدا. ستالوس سبب قوته الكبيرة. انتصرنا عليه أصدقائي. 169 نقطة. راسي 110 147. راسي نهجم مرة أخرى أصدقائي. 119 نقطة. لا يوجد شيء لا يمكننا فعله معا. كما أقول دائما، يحول العمل الجماعي الحلم إلى حقيقة. يحول. توقف. يتصرف راسا بغرابة. حصلنا على 2315 نقطة خبرة وعناصر كثيرة من الوحش ستالوس. أخيرا هزمنا ستالوس أصدقائي. ولكن راثا يبدو عينيه حمراوتين. مستحيل الأجنحة المدمرة ثانية. لكن شيفال يعمل على تهدئة. لا تقف هناك، تعال هنا. يعمل على تهدئة راسا شيفال. لكن راسا ما زال غاضبا ولا يفقد وعيه. ما الذي حصل على راسا أصدقائي؟ ظل أي وحش وفيا دائما للرابط الإنشاء مع المدرب. لكن هذا يعني أيضا أنهم سيعانون أكثر عندما يتخذوا راكبوها قرارات سيئة. هل تدرك حقا أن هذا سيحدث؟ ليست هناك حاجة لهذا يا شيفال. لنحاول فقط إيقاف وحش غاضب. ما الخطأ في هذا؟
أفهم أنك تريد حماية رأسه، لكن كل ما تفعله يجعله يعاني. ماذا تقصد؟ إن رأسه هو فقط من سيدفع ثمن هوسك الأناني بوحش نيرجي. هذا لا علاقة له بنيرجي. هل حقا تصدق ذلك؟ يضغط راس على نفس الأقصى درجة، كل هذا لأجلك. كل ما نريد أنا وصديقي وحماية راسه، لكن من كان يعرف أن هذا الأمر سينتهي بإيذائه؟ آسف لأنني كنت قاسيا للغاية. كل ما في الأمر أنكم تذكروني بما كنت أفعل عندما كنت أصغر سنا. كيف كنت؟ سأشرح لاحقا. يجب أن نعيد راسه إلى القرية. إبلاغ يوم لانا. حسنا أصدقائي، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من لعبة مونستر هانتر ستوري 2. نراكم في الحلقة القادمة. لا تنسوا عمل لايك والاشتراك في القناة وعمل لايكات وكومنتات. إلى اللقاء.